بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر التكوين اصحاح 49. بدانا في الاصحاح ده نبوءه يعقوب عن الاسباط ورؤيته عن مستقبل كل سبط، او وصفه لكل واحد من ولاده، ونلاحظ انعكاس سيرتهم على مستقبلهم، لأنه في قاعدة في الكتاب ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. فبدأ برأوبين البكر وفقد رأوبين البكورية بسبب أخطائه الكثيرة، ونزعت عنه البركة والبكورية، ووصفه فائرا فاير كالماء. وقلنا أن رأوبين هنا يمثل الإنسان الشهواني اللي شهواته بتحركه وبتدخله في مشاكل وبتخسره البركة وبتخسره البكورية، هنا يعني التشبه بالمسيح. فأول صفة أو أول شخصية رأوبين الممثل للشهوة. طبعا أنا باخدها بناحية تأملية، يعني إيه؟ كل نبوة من دول تحققت في السبط أو في الشعب الخارج من هذا الرجل بشكل ما في حياتهم، لكن احنا يعنينا أكتر المعاني الروحية. شمعون ولاوي ضمهم على بعض وركز على أن هم آلات ظلم، وقلنا دول يمثلوا خطية الغضب، الشخص الغضوب يفتري ويغلط في الكلام وفي التصرف ويأذي، لأن كان ليهم الحادثة المشهورة بتاعت شكيم، وإزاي يعني انتقموا من شعب بريء بسبب يعني شقاوة أختهم وعدم أمانتها. وصفهما لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا وفي رضاهما عرقبا ثورا، يعني حتى وهم هادين برضو الغضب فيهم، يعني ما عندهمش لحظة هدوء كده وسلام ورضا. يبقى رأوبين وصفناه أنه يمثل الإنسان الشهواني، شمعون ولاوي يمثله الغضب بأشكاله ومشاكله. وقال ملعون غضبهما، هذا الغضب ملعون، يبقى دول خدوا لعنة ما خدوش بركة. جه عند يهوذا وبدأ يقول الكلام الحلو، لأن يهوذا هو جد الجثة دي لربنا يسوع له المجد، مسيح من سبط يهوذا. فقال يهوذا إياك يحمد إخوتك، وأصل كلمة يهوذا يعني أحمد الله أو أشكر الله، أصل كلمة يهوذا يعني اللي جت منها كلمة يهود. فقال له أنت إخواتك هيشكروك أو إخواتك هيمجدوك، يحمد هنا بمعنى يسبح، وده اللي حصل في التاريخ، أن كل العالم بقى يسبح ربنا يسوع الخارج من سبط يهوذا. إذا مش يهوذا ذاته كإنسان، يقصد اللي جاي من يهوذا. يدك على قفا أعدائك، المسيح له المجد، ملوش عداوة مع بشر طبعا، ربنا يسوع محب البشر، إنما الأعداء هم الشياطين، فإن ربنا يسوع له المجد سينتصر على عالم الشياطين ويذلهم. يسجد لك بنو أبيك، يبقى السجود هنا سجود عبادة، إشارة إن المسيح الخارج من سبط يهوذا هو الله المتجسد. يهوذا جر وأسد، دخلنا في تشبيه آخر موجود في الكتاب كتير، المسيح شبه الأسد، هتلاقوا نفس التشبيه ده في سفر الرؤيا، ودي موجود في نبوة في التكوين، ويجي في المزامير، وتيجي فكرة الأسد دي كتيرة حتى في الرؤى اللي شافها دانيال أو شافها حسقيال، كان بيشوف أن العرش الإلهي محمول على أربعة كائنات غير متجسدة، ووجه من الأوجه وجه أسد، وكأن وجه من حقيقة ربنا يسوع له المجد هو وجه الأسد. بمعنى إيه؟ الأسد يعني هو الملك، والأسد هو الكائن اللي ما بيتغلبش، وبالتالي دي صفة تعني حاجة، أن ربنا يسوع ده هو ملك الملوك في الآخر، وهو المنتصر دائما.
من فريسة صعدت يا ابني. يعقوب شاف بروح النبوة ان الخارج من سبط يهوذا يدخل معركة كأنه أسد قدام حيوان آخر والأسد يلتهمه ويأخذ الآخر كفريسة، فقال له من فريسة صعدت. كأن لما تبص على المسيح الصاعد للسماء يتقال له من فريسة صعدت، يعني إيه؟ أنت غلبت الشيطان ودحرت مملكته كلها وراجع السماء منتصر. فمن فريسة صعدت يعني خلصت المأمورية وغلبت وراجع للسماء. جثى وربض كأسد. طب إيه الإضافة هنا؟ ربض بمعنى ارتاح أو سكن، وهنا أغسطينوس قال دي إشارة لصليب المسيح، لأنه كأن يعقوب شاف أن هذا الأسد ينام أو يربض، يعني يهدى على الصليب اللي بينتقم أو بيغلب وبيحول الشيطان لفريسة. وكلبوة، يعني إيه هنا؟ أنثى الأسد اللي هي زي العروس والعريس، زي الكنيسة والمسيح، هي كمان تصلب معك وهي أيضا تغلب معك. عشان كده احنا كجسد المسيح، أعضاء كلنا في جسد المسيح، بنعيش حياتنا مصلوبين، بنعيش حياتنا متألمين، لكن مع الألام دي بننتصر وبنوصل للسماء. من ينهضه؟ كلمة ينهضه، ينهض الأسد زي يقوم الميت. فبرضه بروح النبوة أغسطينوس قال هنا أنه كأن يعقوب بيشوف، بيقول طب هيقوم إمتى؟ لأنه متوقع له القيام أو النهضة. فالمسيح يربض على الصليب كأسد ثم ينهض من على الصليب كقائم من الموت. لا يزول قضيب من يهوذا. هنا القضيب إشارة للصليب أو إشارة إلى عصاية الملك اللي هي في إيد ربنا يسوع، يملك على العالم كله وعلى كل الكائنات، ولا يكون لملكه نهاية. فعشان كده بيقول لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه. هنا أحد ألقاب المسيح اللي البعض ما يعرفهاش أو ما يركزش فيها أنه مشرع أو مشترع. يعني في بعض الصلوات الطقسية نقول باسم ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح مشرع شريعة الكمال أو مشترع شريعة الكمال. ليه؟ مشرع العهد القديم هو الله على يد موسى، ومشرح العهد الجديد هو الله المتجسد ربنا يسوع. عشان كده في الموعظة على الجبل، الموعظة على الجبل دي بمثابة تشريع، قال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل. وهو مين اللي قال لا تقتل؟ ربنا. أما أنا فأقول لكم، ودخلنا في شريعة اسمها شريعة الكمال، في إضافة على الدستور المسيحي هنا أو الدستور الكتابي، هزود على لا تقتل وأقول كل من يغضب على أخيه باطل أن يكون مستوجب الحكم. سمعتم أنه قيل لا تزني، متضمنة، هنزود عليه عشان ندخل في شريعة الكمال، من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلب. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم. يبقى هنا المسيح مشرع، لكن ليس منها شريعة الكمال؟ لأنه ما فيش بعد كده، خلاص وصلنا إلى قمة التشريع وإلى كمال الشريعة وإلى كمال الأخلاق. ما فيش بعد الميل الثاني، ما فيش بعد حب الأعداء، ما فيش بعد نقاوة العين، ما فيش أكتر من أن الواحد ما يغضبش، خلاص ما فيش أعلى من كده درجة. وبهذا يكمل الإنسان. عشان كده في الشريعة بتاعت المسيح له المجد يقول إيه؟ يقول كونوا كاملين. عشان كده سميناها شريعة الكمال. فبطاعة ربنا يسوع وكلامه نصل إلى الكمال المسيحي، لأننا نتشبه بالمسيح. وبعض الناس بتدعي إنه المسيحية ما فيهاش شريعة أو ما فيهاش ناموس. لا، هي ما فيهاش ناموس فرائض، ما فيهاش حرفيات العهد القديم، ما فيهاش ذبائح حيوانية، ما فيهاش عقيدة السبت ولا الختان، لكن فيها شريعة طبعا. شريعة يعني إيه؟ يعني في نظام وفي وصايا، واللي يمشي مع الوصايا يخلص واللي ضد الوصايا يهلك، حتى لو ما خدش عقابه على الأرض في عقاب أبدي في الآخر.
فطبعا في اسمها شريعة الكمال. يقول لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه، من بين رجليه يعني من أولاده، حتى يأتي شيلون. شيلون يعني السلام أو ملك السلام، ده طبعا أشهر ألقاب ربنا يسوع. يبقى هنا خدنا لقب الأسد ولقب المسبح، المسبح في كلمة يهوذا يحمد إخوتك، ولقب المشترع ولقب ملك السلام. وإحنا دايما في تقصينا نقول يا ملك السلام أعطينا سلام، قرر لنا سلامك. فيقول حتى يكون شيلون، إذن الآتي من سبط يهوذا يصنع سلام على الأرض، هو ملك السلام. كل ده يعقوب كشفه، ويعقوب ده قبل المسيح لو المجد بزيادة عن 1700 سنة، لكن قادر يميز أن من يهوذا هيجي المخلص، هيجي المسيح. بينما رأوبين وشمعون ولاوي كلها أصباط معيوبة ومليانين خطايا ومليانين شهوات، وده اللي حصل في التاريخ. الأصباط دي كلها امتلأت بالوثنية وامتلأت بالزنا وامتلأت بالحروب والغضب، والشيطان سحبها في اتجاه وحش. لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون، وله يكون خضوع شعوب. على المستوى الحرفي يهوذا في وقت كان يخضع بعض الشعوب اللي حواليه، لكن حتى سبط يهوذا كبشر يعني، وهم برضو يهود وانحرف، لكن حين يأتي المسيح له المجد يخضع له الكل. وحتى لو لنا زي ما قال القديس بولس لسه ما شفناش العالم كله خضع للمسيح، لكن احنا عارفين ان دي الصورة النهائية، ان لابد ان يخضع له الكل، لان النبوة بتقول كده، والمسيح له المجد أتى ليغلب ويظل غالبا إلى الأبد. وعشان كده يقول قد أكمل وملك على خشبة ويسبح إلى الأبد. رابطا بالكرمة جحشه، طبعا النبوة مليانة رموز جميلة. ليه؟ ذكر في الآية الغريبة دي في عدد 11 49 11 الجحش والأتان. جحش وأتان، ايه علاقتهم بالنص؟ طب انت لسه بتتكلم عن اسد وحاجه يعني فيها الملك وفيها العظمه، لكن رابطا بالجحش بالكرمه جحشه وبالجفنه ابن اتانه. دي الايه دي مليانه رموز. ليه ذكر الجحش والاتان؟ ظهر معانا في ملك المسيح، لما المسيح توج ملكا بطريقه بلدي بطريقه بسيطه، يوم حد الزعف في حد الشعانين كلمة وصلنا يا ملك إسرائيل، فهم دون أن يدروا أعلنوا أنه هو الملك، وكأنهم بيحققوا النبوة بتاعت يعقوب من بدري. كان في اليوم ده بينتقل من الجحش للأتان ومن الأتان للجحش عشان رأفة بالحيوانات. وفكرة الأتان والجحش كل الأباء شافوا أنه الأتان يعني تركب كتير، الجحش ما تركبش، فالأتان رمز للأمة اليهودية اللي مخها يعني ما يزيدش عن فكر الأتان. وده موجود في أشعياء واحد لما قال الحمار يعرف صاحبه والطور يعرف قانيه، لكن شعبي ما بيفهمش، إسرائيل لا يعرف ولا يفهم. لكن الجحش كمان أقل فهما، لأن الأمم برضو أنكروا وجود الله وعبدوا أوثان. فهنا الأتان والجحش إشارة لليهود وللأمم، وربنا ربط الكرمة والجفنة بيهم. الجفنة دي اللي كانوا ياخدوا الكرمة ويعصروه. طبعا عصير العنب أو عصير الكرم دايما إشارة إلى دم المسيح، فلما يحط دم المسيح جنب اليهود وجنب الأمم، وقبلها بيقول خضوع شعوب، وقبلها بيقول يملك على الكل ويبقى ملك السلام، حطوا المفردات دي جنبها جنب بعض كده، تلاقي الصورة ابتدت تبان، انه يأتي ملك، ملك يدعو للسلام ويخضع العالم بالحب ويموت ويفدي الكل بدمه، فيكسب اليهود والأمم اللي هم لسه مش بيفهموا حاجة، يعني مخهم لسه كالحيوانات فمش دريانين باللي بيحصل معهم. فيقول رابطا بالكرمة جحشه و بالجفنة ابن أتانه. إذن الكرمة والجفنة لها معنى مرتبط بالأفخارستية أو جسد ودم المسيح. وغسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، ابتدت تبان أكتر.
دم العنب، حتى ما قالهاش عصير عنب، قال دم العنب. لأنه إحنا دلوقتي بيحصل إيه في السر؟ سر الإفخارستية، إحنا بناخد الكروم دي ونعمل منها البركة، وبعدين نصلي عليها، وبسر عجيب نأخدها دم المسيح. فهنا حط كلمة دم العنب يغسل التوب. طبعا هو الدم الطبيعي بقع مش يغسل، مش كده؟ جاء نفس المعنى بتاع الدم يغسل في الرؤية. لما يوحنا الرأي شاف ناس لابسة أبيض كتير قوي، سأل الشخص الشيخ اللي بيزوره في السماء كده، يقول له مين دول لابسين أبيض وفرحانين ومهيصين وكده؟ قال له هؤلاء هم الذين قد أتوا من الضيقة العظيمة، وقد بيضوا ثيابهم وغسلوا ثيابهم في دم الخروف. هو الدم بيبيض؟ دم المسيح يبيض. فهنا بيقول غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. طبعا اللباس والثوب إشارة إلى الكنيسة. ليه؟ طبعا المعاني دي عميقة شوية، معلش احتملوا الرموز في الحتة دي، لأن الآباء يعشقوا بقى إيه المعاني الرمزية. إيه علاقة الكنيسة بتوب المسيح؟ أصل المسيح لبس البشرية كتوب، اتحد بالإنسانية كلها فلزقت فيه، التوب بيبقى لازق على البني آدم. فالمسيح له المجد، جعلنا، تعبير القديس أثناسيوس، جعلنا طبيعة خاصة بيه. عارفين لما تقول دي جلابيتي، خلاص دي بتاعتي بقى، ودي لازقة فيا ما ينفعش تتقلع. فهنا غسل لباسه وثوبه بالخمر ودم العنب. طب ايه الخمر؟ ما هو الخمر ممكن يبقى زي دم العنب. لا، الخمر يضيف معنى اخر. لو سألنا المسيح ليه يا رب دفعت دمك ثمن لفدا البشرية؟ ليه اشتريت البشرية بدمك؟ ليه كلفت نفسك ده كله؟ هنا الإجابة الخمر. يعني ايه الخمر؟ الخمر في الكتاب رمز للحب. كلمة الخمر عموما ترمز في معناها الحلو، طبعا هي في مادتها تعمل قلق وخطية وكده، لكن هي مرتبطة بفكرة الحب. عشان كده عرس قانا الجليل بدأ بموضوع تحويل الماء إلى خمر، وفي آيات كتيرة تشاور على الخمر من مضمون الحب. فكأن حب المسيح للبشرية هو اللي جعله يدفع دمه ثمنا لفداه، انه ينظف الانسانيه بدمه بناء على الخمر ده او الحب اللي مالي قلبه. لانه لو سالت ليه بتقول ربنا تجسد ومات عننا، فيش غير اجابه غير كلمه واحده، عشان بيحبنا. ما عندناش اجابات، ما نقدرش نقول اصل احنا كويسين نستاهل، يعني لا ما نستاهلش، او يجي مننا، لا ما بيجيش مننا. انما ايه؟ لا، هي ما فيش غير سبب واحد لكل قصة الفداء والخلاص، هو خمر الحب الإلهي. إن ربنا بيحبنا بدرجة عجيبة زي السكران بحبنا، وبهذا المعنى العميق يعمل أي حاجة عشان يفدينا. شوفوا في الآيتين دول لخصنا العهد الجديد كله، أنه يأتي المسيح شيلون ملك السلام، يوضع له الشعوب ويتعامل مع الأمم واليهود، وبدمه يفدي البشرية وينقيها، ثم يجعل الإنسانية أو الكنيسة الموجدة دي طبيعة خاصة به كتوب، وبالحب الإلهي يعمل هذا التزاوج أو الوحدانية السرية دي. نقرأ الآيتين تاني، يقول إيه؟ جثى وربض كأسد وكلبوة، من ينهضه؟ لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه، حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع الشعوب رابطا بالكرمة جحش. برضه أضيف حاجة هنا، بدأ كمشترع وانتهى كمخلص، وده اللي حصل في حياة ربنا يسوع. بدأ بالتعليم، يقول يصنع خيرا ويعلم في كل أحد ويكرز. هنا المشترع اللي حط شريعة العهد الجديد، شريعة الكمال، ثم انتهى بدمه، خلص رسالة بالدم وبالفداء. رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر. دي التأملات دي زي بتاعت سفر النشيد كده، وأنا مش عارف يعقوب إزاي وهو بيموت عارف يقول الكلام الحلو ده.
يعني ينظر للمسيح بإعجاب، بيقول عينيه فيها سواد جميل كأنه من الخمر، عينيه سواد العين كان يقصد به دايما في الأدب القديم جمال العين، مش حاجة وحشة. مسود العينين من الخمر، يعني من كتر حبه تشوف عينه زي اللي هتبتلع الناس دي كلها. ازاي يا يعقوب شايف المسيح كده معجب بالمسيح وبعينيه؟ يعني ربنا يسوع ينظر إلى البشرية بحب عجيب تجعل عينيه كلها رقة وكلها حب وكلها فحص للبشرية وتركيز على الناس واهتمام بكل دقائق أمور أولاده. مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. إن كان الخمر قلنا دايما إشارة إلى الحب الإلهي، اللبن إشارة دايما لكلمة ربنا، وبرضو ده استخدام متكرر. إحنا واحد يقول أنتوا بتعرفوا حكاية الخمر دي واللبن لا، دي بتيجي من تكرار آيات فيها المعنى ده بشكل يدل على الفكر. يعني مثلا إيه بطرس يقول، قديس بطرس، كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي لكي تنمو به. إيه بقى اللبن العقلي عشان ننمو به؟ كلام ربنا. مثلا بولس الرسول يقول سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم بعد لم تكونوا تحتملوا. طب هو بولس كان بيوزع لبن؟ لا، بولس كان بيقول كلام ربنا. إذن واضح هنا بولس وبطرس وكله بيقولوا اللبن ده الغذاء اللي الكنيسة بتدي له عيالها. فهنا مبيض الأسنان من اللبن، يعني هو زي مصدر كل تعليم، إنه تعليم قوي وهو مصدر كل تعليم نقي. خلصنا كده يهوذا وخد ايه 4-5 سطور براحته كده غير اللي فات، ورعوبين خد له سطر وشمعون ولاوي سطرين، انما عند يهوذا حتى مزاج الكلام اختلف. يعني الكلام عند رعوبين تلاقيه فيه كده ايه اسى فائرا كالماء، وعند شمعون ولاوي ملعون غضبهما، إنما عند يهوذا كل الكلام مليان رجاء ومليان بهجة. أسد يربض ومن ينهضه، ويخرج مشترع من بين رجليه، ويكون له خضوع الشعوب، ويربط بالجفنة بالكرمة أتانه جحشه وبالجفنة ابن أتانه. كل الكلام عن ملك منتصر غني يشبع شعبه ويفرح اللي ماشيين وراه كده. ده كان رابع شخصية في تسلسل الأسباط، وما زلنا في النبوة اللي بيتنبأ بها يعقوب لأولاده وهو على فراش الموت. زبولون ده نمرة 5 في ترتيب أولاد يعقوب. عند ساحل البحر يسكن، وهو عند ساحل السفن، وجانبه عند صيدون. طب ما قلتش عليه حاجة زيادة. يعني هو فعلا لما جه ربنا يسوع له المجد كان سبط زبولون ناحية الجليل، قريب للمنطقة اللي عاش فيها ربنا يسوع. فاللي يقرأ متى 4 يلاقي أول ما المسيح بدأ خدمته في القرى كان كتير من اللي بيخدمهم من سبط زبولون وسبط نفتالي، لأن دول اللي كانوا واخدين المنطقة الشمالية في فلسطين. وعشان كده في نبوة تقول إيه، سبط زبولون ونفتالي طريق البحر جليل الأمم، الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما. يعني دول أول ناس كانوا عايشين في الظلمة، الدنيا نورت عليهم، لأن المسيح لما بدأ وعظه بدأ في الجليل، ما بدأش في أورشليم تحت في بلاد يهوذا. هو جليلي من المنطقة الشمالية وجنب البحر، والبحر ده منطقة دي سكنة زبولون. من الناحية التأملية أو الرمزية نقول إذا كان رعوبين إشارة للشخص الشهواني اللي يفقد البركة والبكورية، شمعون ولاوي شخص عصبي يفقد بالتالي برضو البركة والنعمة، يهوذا شبه المسيح أو شخص يعيش في تسبيح ويهتم بخلاص الناس، إشارة للمسيح الآتي، دي حاجة كويسة أوي. يجي زبولون شخص عايش عند البحر ومشغول بالبحر. البحر دايما إشارة للعالم، من الناحية الرمزية كلمة بحر دايما معناها الدنيا. في واحد الدنيا واكل عقله، فتلاقي انه مش هيعرف يركز في ربنا،
هو نسخة مع الأحداث، يعيش مع التلفزيون ومع الفيسبوك ومع مش عارف الجرايد ومع المشاكل، وفجأة يخلص العمر. طب عملت ايه في دنيتك؟ ولا حاجة، كلت وشربت وعشت زي الناس. طب انه لو كنت هتعيش زي الناس مش هتوصل، انت لازم تعيش زي ربنا، لانه لو عشتم حسب الجسد ستموتون، لكن بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. فهنا زبولون يمثل الناس اللي هي عالمية، تفكيرها في الدنيا ومشغوليتها بالبحر وسفنها كلها في البحر، لكن ما فيش اي صفة روحية اتقالت غير خالص مثلا كلام عن سبط يهوذا. لكن من الناحية برضو الزمنية الحرفية بنقول ان زبولون كان عايش جنب البحر، وكان سبط من الاسباط الهادية اللي له في التجارة والسفر والبحر وكده. يا ساكر، دخلنا في نمرة 6، يا ساكر حمار جسيم رابط بين الحظائر. هو مش بيست، هو بيوصف لانها كلها اوصاف. لكن تصوروا لما يوصف شخص انه قاعد زي الحمار طول الوقت ما بيعملش حاجة، ده معناها ايه؟ تدل على الكسل. مثلا في واحد تحسه انه اكتر اوضح صفاته انه كسول، انه قاعد ما بيعملش حاجة. فقال يا ساكر حمار جسيم، جسيم يعني جسمه تقيل كده وقاعد كده مطرحه وخلاص، رابط بين الحظائر. فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة، يعني إيه؟ عجبه حاله ومبسوط بالحتة اللي هو قاعد فيها، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. من الناحية التأملية، في واحد يبقى كسول فيستسلم للكسل ويبرر كسله، يقول ما احنا هنا كويسين اهو. زي عارفين سليمان الحكيم له مقولة جميلة في سفر الأمثال، يقول الكسلان في قلبه الأسد في الشوارع. يعني ايه؟ يعني في أسد في الشارع لو نزلت ياكلني فأنا هنام، ويبقى ضميره مرتاح قوي. ليه؟ قال يعني حكيم زمانه اتقى شر الأسد، هو مفيش أسد ولا حاجة بس هو عاوز ينام. وفي مرة تاني يقول سليمان، يقول الكسول أو الكسلان يضع يده في الصحفة ويشق عليه أن يردها إلى فمه، يعني يحط اللقمة في الطبق وبعدين يقعد يفكر لسه هرجعها لبقي، مشوار صعب. فأنا يا ساكر ده يدل على شخصية كسولة، والكسلان يضيع السماء برضه. يعني لو قلنا رؤوبين هيضيع السماء بشهواته، شمعون ولاوي هيضيعوا السماء بالغضب، زبولون هيضيع السماء بالفكر الأرضي العالمي، يا ساكر هيضيع السماء بالكسل. ويبص للعيشة بتاعته يبقى مبسوط كده، طب ما هو مفيش حاجة، تعملش حاجة مفيدة، ويبتدوا يحملوا عليه ويخضع للعبودية والجزية. يعني الكسلان عبد لشهواته، تلاقوه ياكل وينام لأنه كسلان فما بيعملش حاجة. فهنا يوصف بأنه صار للجزية عبدا، حتى التعبير برضو سليمان يقول ثروة الإنسان الكريمة هي الاجتهاد. يعني الاجتهاد هو اللي يدي كرامة للإنسان، لكن واحد كسلان يبقى تحت الجزية ملوش كرامة. فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. الكسلان ما عندوش طموح، مش عاوز يغير في حياته حاجة، حتى في الكسل الروحي تقول له طب مش هتزود في صلاتك؟ لا أنا كويس. طب مش هتقرأ؟ لا ما أنا عارف. طب مش هتروح الكنيسة؟ ما ربنا في القلب. طب مش هتخدم؟ في خدام كتير. طب وبعدين؟ مش عاوز يتقدم، ما بيعملش حاجة زيادة، وتلاقي العمر يخلص وهو فيش أي نمو أو تقدم. دان، دخلنا في شخصية أخرى، نمرة 7 دلوقتي. دان واحد من ولاد يعقوب، ده أول من واحد من أولاد الجري. يدين شعبه كأحد أسباط إسرائيل، هو بيذكره كأحد أسباط، ما كلهم أسباط بس عاوز يقول يتعامل زي واحد من الأسباط، حتى لو كان أمه ما كانتش زوجة، كانت جري بحكم اللي حصل في حياة يعقوب. لكن بيقول عن دان بقى كلام أصعب من كل اللي فات. نتلاحظوا لغاية دلوقتي أكتر واحد خد كلام حلو يهوذا، الباقيين كلهم اتشركوا تقريبا.
دان يا دين شعبه كأحد أصباط إسرائيل، هيدينهم إزاي؟ ما الله ولا الديان. بصوا المعنى، يكون دان حية على الطريق وفعوانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء، لخلاصك انتظرت يا رب. عارفين لما واحد يشوف منظر وحش فيتخض كده يقول حوش يا رب حوش. يعقوب شاف بعين النبوة منظر صعب، ان من سبط دان يأتي حيا. عشان كده كثير من الاباء قالوا ايه، هيجي المسيح الدجال من سبط ده، من دان، لان ده افعوان على السبيل. لدرجة يعقوب نفسه تنهد وصرخ في قلبه لخلاصك انتظرت يا رب. يعني ده يتعاملوا معاه ازاي؟ ده اللي فات ده كله بشر غلاط، يعني ان كان زي رغوبين ولا شمعون ولا لاوي ولا زبولون، لا ده هنا ده صعب قوي. فهنا دان يدين شعبه، لان ده اللي هيحصل مع الدجال في الاخر، ان الدجال هيملك على الدنيا. هيجي مسيح كاذب اسمه المسيح الكذاب، يعني واللي هو ضد المسيح. حتى كلمة دجال هي كلمة دارجة، لكن الأدق هي ضد المسيح، الأنتي كرايست. وهو ده اللي هيدين العالم في الوقت ده. يعني إيه؟ هيعذب المسيحيين، وهيحصل بقى الضيقة العظيمة أو الاضطهاد الصعب أو الأخراني ده. فعشان كده يعقوب شايف عياله المؤمنين اللي هيجوا بعد آلاف السنين قد إيه هيتعبوا في المرحلة دي، فقال خلاصك انتظرت يا رب. يلسع عقبي الفرس، يعني ايه؟ شوفوا لما حية تلدع عقب الفرس يحصل ايه؟ الفرس يهيج قوي فيقلب صاحبه. الفرس هنا اشارة للكنيسة برضه. فهذا الدجال او ضد المسيح يلسع عقبي الفرس، يعني هيجرح الكنيسة في تعليمها. فكتير من شعب الكنيسة هينقض علاقته بالمسيح، زي اللي هيوقع المسيح من على كتف، هيرفض العبودية للمسيح. وهو ده تعليم ضد المسيح، كل من يقاوم المسيح كإله يبقى تابع ضد المسيح. فهنا بيعمل ايه؟ بيخلي الفرس يسقط الراكب الى الوراء. ده اشارة عن مرحلة صعبة وعن تعليم غريب. لو اعتبرنا أراجع أقول أن رغوبين إشارة للشهوة مثلا، شمعون ولاوي الغضب، يهوذا التسبيح والخلاص، زبولون العالم، يساكر الكسل، نقول بقى دان التعليم الغريب أو البدع والهرطقات. لأن هو ما يميز ضد المسيح إيه؟ مش كل الخطايا، كل الخطايا دي قليلة. أخطر ما يميز ضد المسيح أنه بيقاوم الحقيقة، بيقاوم العقيدة السليمة، بيقاوم كون ربنا يسوع له المجد هو الإله الحقيقي الوحيد. فهنا دي الخطورة. فكل من يمشي وراء تعليم غريب، تعليم بطال، كأنه اختار تبعية دان الحية والأفعوان اللي على السكة ده. يعني في طريق الإنسان لازم تطلع تعبين، لازم تبقى واخد بالك لحسن التعبان يلدعك. حسبه من التعليم الغريب، مفيش زمن مفهوش تعليم غريب، لأن الشيطان يبقى مقصر لو جه زمان مرماش تعليم غريب. في كل زمان في تعليم غريب، في أنبياء كذب، في تعليم ضد المسيح في كل زمان. من ساعة ما المسيح كان على الأرض قال احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين سيأتونكم بثياب حملان وهم من داخل ذئاب خاطف. يعني حسبوا منهم. قديس بولس ما فاتش 30 سنة بعد المسيح قال لهم منكم انتم هيخرج ناس. يوحنا بعدها ب 30 سنة في رسالته يقول احترسوا ما تدخلهمش بيوتكم، حسبوا منهم. يعني إذا التعاليم الغريبة بالذات اللي بتنصب في رفض المسيح كإله، دي ما فيش جيل يخلو منها، لأن ده أهم مشغولية للشيطان، أنه ينقض الإيمان بالمسيح له المجد. لخلاصك انتظرت يا رب، يعني يمكن كل اللي فات كان عمال يشوف بعين النبوة العين المفتوحة، لكن المرة دي صرخ صرخة صلاة كده لخلاصك يا رب انتظرت. يعني انت رب اللي تحل بقى، اتدخل انت في المرحلة دي يا رب،
عشان كده المسيح وعد وقال لو لم تقصر تلك الأيام لا يخلص أحد. جاد دخلنا في شخصية أخرى، يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره. أنا هاخدها برضو بمعنى تأمل، يقول في واحد عشته زحمة رابك روحه طول العمر، دايما مزحوم مزحوم مزحوم. طبعا هي من الناحية الحرفية جاد من الأسباط اللي تدخل حروب كتير، فيزحمه جيش كانت نبوة من يعقوب أنه دايما هيبقى في مواجهة مع جيوش، ولكن يزحم مؤخره يعني إيه؟ مش هيقدر يكسبه كتير، يعني في حاجة اسمها مقدم الجيش ومؤخر الجيش وكده. من المعنى الروحي أن الزحمة بتأخر الواحد، لكن هي الزحمة ببساطة عبارة عن خطأ في ترتيب الأولويات. يعني إيه؟ شكوى ناس كتير دلوقتي تقول لهم ليه مش بتخدموا؟ ليه مش بتصلوا كويس؟ ليه مش بتهدوا كده وتقروا الإنجيل؟ ليه ما بتقضوش وقت طيب مع بعض تتكلموا عن ربنا؟ يقول لك زحمة، كله زحمة. الحقيقة الدنيا مش زحمة ولا حاجة، بس احنا زحمينها على نفسنا. يعني اللي يقعد قدام التلفزيون 5-6 ساعات ده من حقه يقول ان الدنيا زحمة. زحمة ازاي؟ انت اللي زحم روحك، انت اللي داوش نفسك، مش مطلوب ده كله. ففي واحد يبقى عنده احساس الزحمة مستمر وهو اللي مكركب نفسه. رتب اولوياتك، شوف ايه المهم واعمله في الاول. علاقتك بربنا اهم حاجة، لانك في اي لحظة هتمشي، وبعدين مسؤوليتك عن اللي حواليك تيجي بعد كده، وبعدين مزاجك ده في الاخر خالص. لكن يزحم مؤخره يعني الزحمة في الاخر، تلاقي الواحد مهتم ومضطرب لاجل امور كتيرة وكلها ايه؟ امور مش مهمة، كلها في المؤخرة، امور ليست في المقدمة. فتلاحظوا مثلا واحدة تقعد تشتري في مشتروات العيد ولا بتاع، وتقعد تضيع ايام وتلف من محل لمحل وتتخانق لها كم خناقه ايه ده كله ده؟ زحمه. بس زحمه يا ريتها في المقدمه، يا ريتها تتخانق مع شياطين على خلاص نفسها. يبقى هنا شخصيه اخرى تدل على واحد بيضيع برضه ما بيوصلش السماء لانه زحم روحه. اشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك. ده واحد بتاع أكل بقى. أشير خبز سمين، يعني كل أهم صفة في حياته. تصور لما واحد يتوصف أنه إيه الراجل ده العيش بتاعه قد كده، ودي صفة يعني مفيش صفة تانية غير كده. هو واضح أنه أكيل يعني، عشان كده يقول يعطي لذات ملوك، بيخدم على الملوك بلذاتهم. إذا كان رؤوبين رمز للفاير في شهواته الجسدية، هنا شهوة البطن. في واحد عايش ببساطة عشان يأكل. لو قعدت معاه يتكلم عن الأكل، يوم ما يحلم حتى يحلم بيأكل، وتلاقيه عايش بيفكر في الأكل اللي بعدها، خناقاته على الأكل، زعله على الأكل، فرحه بالأكل، حزنه على الأكل. فطبعا كأنه أشير خبز سمين، يعني هو مفيش حاجة في دماغه غير كده. والمسيح طبعا قال لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا لأجسادكم بما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون، هذه كلها تطلبها الأمم. شخصية أخرى موصوفة بأنها يعني مغلوبة من شهوة البطن. نفتالي أيلة مسيبة. الأيلة اللي هي أنثى الإيل أو الإيل اللي هو ذكر الغزال. فالأيلة دي في العربي يعني مقصود بها الأنثى بتاعة الغزالة. طبعا الغزال هنا موجود في المزامير وموجود في النشيد، ودايما وموجود في حبقوق، موجود في كذا سفر، رمز دايما للانطلاق والحرية والحيوية. يقول كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، عطشت نفسي إليك يا الله. وتسمعوا في النشيد 2 حديث بين الإيل والإيلة، يعني الذكر والأنثى، يعني حديث رومانسي كده، أنه يقول لها افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، تعالي نطلع ده الورد بقى حلو، وكلام جميل بس حطه على لسان ذكر الغزال والأنثى، عشان ده يؤكد أن سليمان ما بيتكلمش لغة
جسدية، لا ده كان بيتكلم لغة روحية أدبية عشان يصف علاقات نقية وفكر محبة كده إلهية للبشر. فالإله المسيبة، المسيبة يعني سايبينها طلقنها كده حرة يعني طليقة. نفتالي أيلة مسيبة يعطي أقوالا حسنة، أهو ده تاني واحد ممكن نعتبره إيه في وصف إيجابي. ليه؟ النفس اللي تلاقوها خفيفة في الدنيا منطلقة، يقول يجعل قدمي كالأيائل يمشيني على مرتفعات الأرض. أصل الغزال لما يجري كده يهف كده ينط خفيف، تحسه حتى وهو بيجري بيجري بشياكة كده. ففي واحد مقضي حياته في الدنيا خفيف في الدنيا، ما يعملش مشاكل، ما يعملش أي مشاكل، ما يخسرش حد أبدا، خفيف في علاقاته مع الناس، ما حدش يتعب منه. عشان كده يقول يعطي أقوالا حسنة، لسانه حلو مريح للكل، فيبقى كده بيهف في الدنيا. يجعل قدمي كالأيائل، يعني ربنا يخلينا كلنا يوعدنا يعني ان احنا نبقى خفاف في الدنيا ونبقى متحررين، لانه طبعا الغزالة دي ما تقدرش تشيل شيلة تقيلة وتجري كده وتنط. فالشخص اللي رامي كل الحمل على ربنا ده خفيف وفرحان وزي الطفل كده يضحك من قلبه. فقد توصف الإيلة دي بالشخص المتكل على الله، اللي هو مش شايل حاجة، دايما شيلته خفيفة قوي، فبينط وبيمرح ومقضي حياته كده سعيد بربنا وعايش في سلام طول الوقت. ويعطي أقوالا حسنة، يعني دايما عنده رجاء ودايما شايف الخير ودايما لسانه مريح، هو مريح ومرتاح، هو فرحان بربنا ويفرح اللي حواليه بربنا. فيبقى أيلة مسيبة تعطي أقوالا حسنة. طبعا ده يؤكد ان الاسلوب رمزي. ليه؟ ما هو ما فيش غزالة هتقول كلام حلو يعني، لكن هو وصفه بالغزالة في الحرية والانطلاق والخفة والبساطة، وحط الوصف المباشر بتاع الكلام الحلو للانسان الوديع المهذب، وكل ده شبه المسيح. يوسف، دخلنا بقى ايه في الشخصية المحبوبة اللي قبل الاخير، لان لسه بنيامين كمان، فاحنا وصلنا النمرة 11 بقى، ويوسف ده ايه المحبوب بقى، لانه ان كان يهوذا خد الكرامة الكبيرة لانه جد المسيح، ودي نفتالي برضو خد له وصف حلو، اشارة الى كل من يأتي ويعيش حياته كأيل يشتاق الى جداول المياه يعطش الى الله. طب يا ترى يوسف هيتقال عليه ايه بقى؟ زي ما خد يهوذا كده يعني حقه قوي في النبوة، يوسف ياخد له 6-7 ايات كده كلام كده جميل. يوسف غصن شجرة مثمرة، وزي اللي سكت شوية وعدها تاني، غصن شجرة مثمرة على عين مية، عدها مرتين. ايه يعني ايه الجمال انك تعدها مرتين؟ كأنه صدقوني يعقوب ده عدى زيادة عن 1700 سنة وسمع كلام المسيح عن أجمل البشر. مين يا رب أحلى حاجة عندك؟ قال أنا الكرمة وانتوا الايه؟ انتوا الأغصان. كل غصن فيا يأتي بثمر ونقيل يأتي بثمر أكثر. فزي يعقوب بيهني ابنه يوسف يقول له يا حبيبي ده انت ركبت عليك تمام، انت الغصن اللي بيكلم عنه إلهنا ومخلصنا يسوع. غصن شجرة مثمرة يعطي ثمرا متكاثرا، كل غصن فيا يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر، فعدها مرتين. قال له يعني غصن شجرة مثمرة متزايدة، يعني اثمروا واكسروا، يعني أنت بالحب اللي عشت بيه يا يوسف، إن كان حبك لإلهك وإن كان حبك لإخواتك ولأعدائك، أنت شخص مثمر وفي ازدياد دائم. فزي اللي بيبص له بإعجاب عبر طبعا آلاف السنين كل من يتشبه بيوسف، الكلام مش عن شخص على فكرة، كلام عن موديل يعني نوع من البشر. كل واحد ياخد يوسف مثل أعلى مثلا ويعيش يحب ربنا ويخاف يزعله حتى لو في ضغط حواليه من الخطايا، ويبقى ناجح لأن ربنا معاه، مش مهم هو في سجن ولا في قصر ولا في بير ولا في أي حتة، المهم أن ربنا معاه ويحب إخواته مهما عملوا فيه ويفضل يخدمهم
ويبقى بيعرف يسامح، يتقال له أنت غصن شجرة مثمرة على عين. على عين يعني إيه؟ دايما لما تسمعوا وصف شجرة ومية ده وصف متكرر، بنقوله مثلا في المزمور الأولاني كشجرة مغروسة عند مجاري المياه. المية هي الروح القدس، والشجرة هي المسيح، والغصن هو حضرتك. فتبقى أنت غصن على عين مية، يعني عمال تسحب مية. فإيه سر الثمر؟ إيه سر جمالك؟ إيه اللي بيخليك تطلع فرح وسلام وخدمة وحب؟ إنك عمال تسحب في المية، عين مية يجري من بطنه أنهار ماء حي. يبقى الامتلاء بالروح القدس هو سر نجاح أي إنسان روحاني، أو سر الثمر المتكاثر. فبعد ما ذكر أنه ثمر غصن شجرة مثمرة، قال على عين. يعني إيه؟ يعني الأساس فيها المية، هتفضل مثمرة لأنه ارتباطها بالمية ارتباط مزمن، عايز دايما يمص المية دي. شوف اللي فاتح الإنجيل ده على عين مية، ما الإنجيل ده مليان مية، لأن الكلام الذي أكلمكم بإيه روح. هنا المية، كنيسة دي مليانة مية. مية يعني إيه؟ مليانة بالروح القدس. الصلاة كلها مية، المزامير كلها مية، خدمة ومحبة الناس كلها مية. فاللي عايش على عين أو على مجاري الأنهار أو على مغروسة في الماء، يعني أي نوع من المية دي إشارة للروح القدس، وبالتالي الغصن مثمر. أغصان قد ارتفعت فوق حائط. أنت غصن يا يوسف وطالع منك أغصان، يعني إيه؟ ما هو إذا كان المسيح هو أصل الشجرة، هو الكرمة، كلنا أغصان. دليل نجاحك إيه؟ أن أنت كمان تبقى زي مسيح صغير، يطلع منك أغصان أخرى. أنت تولد تلاميذ، أنت تولد ناس بتحب ربنا زيك وأكتر. أنت حتى لما تنتهي حياتك لا تنتهي رسالتك. ليه؟ طلع منك من يكمل الرسالة. تلاميذ لما خلصوا حياتهم كنيسة ما وقفتش، بالعكس كانت عمالة تزيد، لأن كان طلعوا حاجة اسمها الآباء الرسوليين، يعني الآباء اللي اتلمذوا على الرسل، وهكذا. وتوالت بقى الحكاية لغاية ما الكنيسة امتدت في العالم كله. يبقى بعد ما قال له أنت غصن مثمر، قال له كمان أغصان قد ارتفعت. ارتفعت رمز دايما أن الأغصان اتجاهها للسماء مش اتجاهها للأرض. وفوق حائط، أبونا تدرس له كلمة جميلة يقول حائط الزمن، يعني فوق حائط الزمن، يعني هذه النتائج فوق حائط الزمن. أديكم مثل عشان نفهم الفكر. أستاذ حبيب جرجس اللي الكنيسة أعلنته قديس قريب، هذا الغصن المثمر طلع منه أغصان فوق حائط. يعني إيه؟ تحدى الزمن. ما احنا كلنا نتاج مدارس أحد، يبقى حتى لو هو عمره انتهى، لكن مع لا الزمن ما يقدرش يبطل اللي عمله، لا اللي هو عمله ممتد حتى بعد حياته. ففوق حائط الزمن وحائط العمر وحائط المشاكل وحائط الإحباطات وحائط المنطق، الأغصان تعلو فوق الحائط. ما بتشوفوا شجرة تتسلق كده وتعلى فوق سور الجنينة، تلاقي الشجرة طالعة من فوق السور. فالمنظر الجميل ده، يعني كان محطوط سور لكن الشجرة عالية فوق منه كمان. فالإنسان الروحاني المثمر يتخطى العوائق، مش حاجة تقف قصاده، لا الناس ولا المشاكل ولا الماديات ولا الصحة ولا حتى العمر. ليه؟ لأنه بالروح القدس اللي ماليه ينتج ويثمر ويتزايد ويتكاثر، ومحدش يفرمله. أغصان قد ارتفعت فوق حائط، فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام. طبعا هي فيها نظرة لماضي يوسف ومستقبله. ماضي يوسف يا عيني اتمرر كتير، وترمى بسهام كتير، وتوجع كتير، وتحارب كتير، وتظلم كتير، ومع هذا غصن مثمر وأغصان تعلو فوق الحائط. مفيش واحد في حياته مثمر وينجح إلا لازم يكون متحارب كتير. ده نظام ربنا كده،
فمش معنى النجاح انك ما تتحاربش، بالعكس دي واحدة من مؤهلات نجاحك، انك تكون رمتك ومررتك أرباب السهام، تكون تجاوزت واكتست مشاكل كتير وسهام كتير خبطت فيك أثناء رحلة نجاحك وإثمارك. مفيش خدمة بتنجح إلا وهي لازم تتعصر شوية ولازم الشيطان يعطلها، وإلا تبقى مش من ربنا، لأن الشيطان لازم يعرقل الخدمة. مررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت الأغصان بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه. يعني قصاد كل التحديات فضلت ثابت. فعلا يوسف ده رمز للشخصية الثابتة. من أول يوم سمعنا عنه لآخر يوم سمعنا عنه وهو شخصية كده مستقيمة، ما بيلفش وما بيدورش. في فجر شباب أخواته يكرهوه وهو ما يكرههمش، والست الشرير عاوزة توقعه ويهرب منها، وفي السجن يتقابل مع ناس أشرار ما ياخدش من طبعهم، ويتعرض أن يكون مسؤول الأول في مصر ويستقيم ويكمل رحلته، ويقابل إخواته وبدل ما ينتقم يحطهم فوق راسه. يعني زي اللي نجح على طول كده، ثابت على موقفه، متشدد في مبادئه، وبالتالي يقول له ثبتت أغصانك بمتانة قوسه. يعني أنت قوسك متين، أسلحة محاربتنا ليست جسدية، مبادئك متينة، محبتك للناس متينة، إيمانك قوي، رجائك في المسيح كبير. فالمتين ده ما يتهزش حتى لو في أرباب السهام بتحاربه، هو يعلو فوق الحائط ويغلب ده كله. وتشددت سواعد يديه، يعني إيديه شديدة من كتر تعبه وجهاده. من يدي عزيز يعقوب من هناك، من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك تأتي بركات السماء من فوق. ده عشان يدعي له بالبركة عمل مقدمة طويلة، ابتدى يوصف ربنا اللي يباركه الأول. فوصف ربنا كم وصف جميل أوي. قال إيه على ربنا؟ قال من يدي عزيز يعقوب تأتيك البركة. إيه عزيز يعقوب؟ طب ما هو يعقوب عاوز يقول عزيزي. هنا عزيزي يعني إيه؟ حبيبي ربنا وخليلي وصديق عمري وإلهي وأغلى ما عندي، من إيديها تاخد البركة. طبعا كون يعقوب يتجاسر ويقول عزيز يعقوب معناه أنه وصل في علاقته مع ربنا إلى فكرة الصداقة اللي عاشها جده إبراهيم، لما كان ربنا يقول وهل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله، وإشعياء يقول إبراهيم خليلي، بلسان المسيح يقول كده إبراهيم صديقي. فيعقوب يعرف دالته ومكانته عند ربنا، فبيقول عشان خاطر يا رب باركه، عشان خاطر يعقوب حبيبك يوسف ابني ده اديله اديله اديله. فأول حاجة قال له من يدي عزيز يعقوب، من الراعي. غريب جدا ان احنا في فجر التاريخ ونسمع لقب من ألقاب المسيح بهذا الوضوح، من الراعي. طب ما انت يعقوب راعي، وابوك اسحاق راعي، وابونا ابراهيم راعي، وقبل كده هابيل كان راعي، يعني كان وداود راعي وموسى. لا لا لا، من الراعي، بدل الراعي بألف ولام يبقى فيش غيره، مفيش غيره الراعي الصالح، الراعي مفيش بديل ليه. فكأن هذا اللقب من أول سفر التكوين لآخر سفر الرؤيا نسمع عن الراعي برضه، أنه يرعى خرافه في السماء، هيفضل الراعي للأبد. وبعدين يديله لقب ثالث صخر إسرائيل، ده كل ده على المسيح. فيقول عزيز يعقوب الراعي صخر إسرائيل. يعني إيه؟ ما هو خلي بالك هو برضه إسرائيل، هو يعقوب وهو إسرائيل، يعني رأس مالي، معتمدي، قوتي، أساسي اللي لا يمكن يتزعزع أبدا هو ربنا. فصخر إسرائيل، إله أبيك، هو نفسه الراعي والصخر والعزيز، الذي يعينك، القادر على كل شيء، الذي يباركك، من عنده تأتي بركات السماء من فوق، وبركات الغمر الرابط تحت، بركات الثديين والرحم، بركات. ويبتدي ينهال عليه بالبركات. مرة جاية نكمل البركات. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.
ناخد آية صغيرة النهاردة، لخلاصك انتظرت يا رب. نقول مع بعض لخلاصك انتظرت يا رب، كمان مرة لخلاصك انتظرت.